فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل علي إثم إذا لم أعن والدي في إدارة مشاريعه التجارية، علما أن بها نساء وموظفات يلزمني مخاطبتهن والتعامل معهن وفيه اختلاط، وقد ناصحت والدي لكن لم يسمع مني، فهل علي إثم إذا لم أعنه؟ إذا كان فيه منكرات فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اجتنب المنكرات ولا تطع والدك في ذلك. نعم.